صالح يوم قلت غير مكان، أعرف واحد من أصدقائي الخاصين جدا، هذه من أغرب القصص اللي مرت علي وعشتها أنا يا أبو محمد. نعم. هذا صديقي ذا ما شاء الله حافظ القرآن، طالب علم، صوته الله. جميل في القرآن. إيه. هو من اليمن. نعم نعم. لكنه مولده في المدينة، أبوه وأمه وهله كلهم مولودين في المدينة. هذا من عيالنا. تشوفه سعودي، لباس السعودي، مرة ما تقول هذا هذول اليمنيين. أيوه. دخلوا قديم. أيوه قديم. هو قديم. قصة الحضارة ما شاء الله عليهم. عائلة كلهم حافظي قرآن يا أبو ما صالح. ما شاء الله تبارك. الرجل نادوه في أندونيسيا يصلي بهم رمضان بس. يا سبحان الله. يقول صرحت شفت الخير في رمضان، صليت مسجد، المسجد هذا فيه نائب الرئيس. الله. نائب رئيس الأندونيسي. أيوه. والرجل صوته جميل وقراءته جميلة لكنه ما يعرف يتكلم اندونيسي ولا شيء. الفيزا حقته دخل بها شهر، تعرف لما تنزل المطار شهر اندونيسي يعطونك. يقول المهم والله يقيضها رزق وخير. اي والله. يقول وصل لي بهم في العشر الاخير من رمضان، مسجد مليان، نائب الرئيس الاحضر. يقول ناداني نائب الرئيس، يا سلام، اللي هو يوسف كلا اظن، ناداني في بيته، قال ابيك تجي في البيت تقرا قران تدعي لنا بس. لا اله الا الله. يقول جيت لان كلهم مسؤولين في الدوله. أنا ما أعرف شيء، ما أعرف حرف واحد أندونيسي. إيه هذه المشكلة. يقول جيت وقريت قرآن ودعيت، وقال نائب الرئيس أبو محمد قال له نبيك بعد رمضان فيه مجلس نبيك. قال أنا فيزة تخلص. قال أنا نائب الرئيس عطني جوازك. الله الله. يسوي لي فيزة سنة. أردال ما يخوي. سوى لي فيزة مع إقامة أبو محمد. يقول أقعد وانت برايح. يا سلام. نعم. قال انت من وين؟ قال انا يماني، اصلي يماني بس انا مولود في السعوديه وكذا. قال اقعد عندنا نبيك. ما شاء الله. يقول صرت اتنقل يا عند نائب الرئيس يا عند الرئيس. تمام. صرت كل يناديني في المجلس. الله. وبديت اتعلم اندونيسي حبه حبه. يقول يا ابو صالح اي نعم. حبه حبه ما دريت عن نفسي الا سنه انا قاعد. اصلي بالمساجد محاضرات بس بحضر بالعربي والترجم يعني. يقول بعد سنه كذا سوى لي اقامه، ثم سوى لي إقامة حق 5 سنوات. ما شاء الله فتح له الله خير. اي والله يا ابو صالح. لا اله الا الله. يقول ضار بعد سنه وسنتين ناداني الرئيس في بيته، راي الرئيس الاندونيسي. لا اله. يقول صرت خلاص الحين اعرف اتحدث اندونيسي. ما شاء الله. صرت اتحدث 3 سنوات، صرت اتحدث اهتم محاضرات بسيطه بالاندونيسي. نعم. يقول ناداني الرئيس قال لي انت الحين وش جنسيتك انت؟ قال انا يمني ترى. نعم. بس انا مولد السعوديه وعايش في السعوديه، ولد السعوديه. اي نعم. قال ليش ما تعيش عندنا وخلاص؟ عزيز. قال ما وافق، قال عطنا جوازك ويعطونا الجنسيه. جنسيه؟ والله يا ابو محمد ما طلع، عطوه الجنسيه. وعطوه الجنسيه. الله يخدمه يا اخوي. الله يا ابو صالح. يا اخوي هذا القران مخدوم. ايوه. يوم اعطوه الجنسيه ابو محمد اصبح محاضراته الشيخ الاشهر في اندونيسيا على الاطلاق. الاول في اندونيسيا. الله تبارك. شهره وعلاقات، وفتح له الله برامج تلفزيونية يا أبو صالح. لا إله. أي والله بطل أرجع. رحت معه أنا محاضرة. الله. حضور 50,000 60,000. العظيم. قسم بالله عظيم، تصل بعضها إلى 100,000 بشر. أنا بنفسي. بعدين محاضرات يا أبو صالح من محبة الناس له صار خلاص ما في أندونيسي ما يعرفه. تعرف أندونيسيا عدد سكانهم حوالي 300 مليون. رحت معه أنا. ها اسمه؟ اسمه الشيخ علي جابر. تعرفه؟ حلف على جابر في المدينة حق خالة. آه ما خالة. سبحان الله. وترى توفى من قريب من كورونا. ما شاء الله. انصدمنا وتوه شباب والله. توه توفي من كورونا يا أبو صالح. الحمد لله. سبحان الله. من قريب يعني العام الماضي. الحكم لله. والله أنا رحت معه محاضرة، محاضرات يا أبو صالح ما يحطونها في المساجد، يحطونها في في الشوارع من الزحمة. ما يكفيها أي مسجد. يا سلام. وين ما أروح معه يا أبو محمد الكل يعرفه. سبحان الله. الكل يعرفه. حتى اللي غير مسلم يبي يصور معه ويسلم عليه. الله تسخير من الله. الله يا ابو صالح. الله تسخير. مدير الجوازات يعرفه، مدير ما ادري وشو. حتى اذكر كنا في ارض نبي نبنيها هناك مسجد مركز كبير يا ابو محمد. واكتشفنا ان التاجر حقها واحد اندونيسي من اصول صينيه. يا الله خلق. فيوم قلنا له ترى الشيخ علي جابر معنا، قال بلاش الارض لكم ما دام الشيخ، بس دلوني على الشيخ اصور معه. بس والله يا ابو محمد وجيبنا عنده. ها مسلم هو؟ لا لا هو اسلم للصيني من سنتين بسبب انه اعطيناك الكوثر. قال لنا قصتها. لكن فعلا يقول عاد الشيخ علي جابر يقول والله يا ابراهيم شوف يومني في المدينه يعني
وضعي المالي على قد حالي. اي هالشكوى ما الله واحد يعرفني ما الله كتب لي. رحت سبحان الله مثله واجد كلهم مشايخ هنا مثله واجد كلهم مشايخ. لما يروح سبحان الله القرآن كثر. ايوه لما يروح الواحد مكان ثاني لا يدق صدرك. أيوة يمكن والله. الله بيفتح عليك هناك اكثر من ما تتوقع. أيوة. شوف هذا اللي راح وين العرعر العرعر بالقوة وبالقوة بعد لا رايح حديبي. رايح مقفله معه يا ابو محمد. نعم مقفله معه من حرمته ومن اخوانه. لا مقفله مقفله مخباته حتى وتاديب يا بني الدبونه بس صارت وطينها مع مديره. ودنا قبل ما تروح ابو راشد كيف اسلم هذا الصيني نعطيناك الكوثر. والله يا ابو محمد كان في ارض احنا مساحتها يا ابو صالح وليهون الربع 1200 كنا نبنيها